هذا وتعمل نقاط الفرز في الطائف على مدار الساعة وفق منظومة أمنية إلكترونية متكاملة مزودة بكافة التجهيزات والتقنيات الحديثة لمنع وصول المخالفين إلى المشاعر وتسهيل إجراءات النظاميين. استشعارا لحجم المسؤولية وتأكيدا للتوجيهات الرامية لتسهيل راحة الحجاج القادمين من كل فج عميق وبذل كافة الإمكانات، بدأت نقاط الضبط الأمني في تنفيذ خطة موسم حج هذا العام بعدد من نقاط الفرز بمحافظة الطائف التي تمثل البوابة الشرقية للحجاج العابرين خلالها. أخوان في العلاقات العامة في الأمن العام وزارة الداخلية يعني جانب تأصيلي مهم في هذا الأمر، وكلنا ذاك الرجل، ولا شك انه رجل المواطن هو رجل الامن الاول، ويجب انه يعني يحرص تمام الحرص على تنفيذ تعليمات ولاة الامر، خصوصا فيما يخص تنفيذ جوانب الحج هذه الايام بالذات، لانه الامر هذا مهم وفي تسهيل على امور الناس وامور المسلمين وحجاج بيت الله الحرام بشكل عام. طبعا من بعد انتهاء شهر رمضان هنالك توعية على نظام الحج التصريح للحجاج، ولا بد من إحضار التصريح المخصص للحج، وحدث طبعا وعي وإدراك لدى المقيمين ولدى نفس المواطن، حتى أن عملية الإعادة من المنطقة هذه للحجاج الغير مصرح لهم قليلة عن العام الماضي، في حيث أن هنالك الحجاج المصرح لهم التصريح يتم قراءة الباركود المخصص له مع الزملاء هنا في عملية القراءة، ومن ثم التأكد منه يوضع عليه الختم المخصص للنقطة، ومن ثم يتجه إلى مكة لأداء مناسك الحج. أما الأشخاص الغير مصرح لهم فيتم إعادتهم من المنطقة هنا إلى المنطقة التي أتى منها المدينة المخصصة. لأن الحج رسالة سلام، حرصت كافة القطاعات بما فيها الأمنية توحيد جهودها والعمل وفق إطار يضمن تأدية فريضة الركن الخامس بكل طمأنينة، بعيدا عن أي معنى يجعل من هذا الموسم حاملا لأي صفة غير مقاصده المحددة شرعا ونظاما. هذه من الجهود التي تقوم بها الدولة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ولي العهد وسيدي وزير الداخلية لخدمة الحجاج في كل وقت في كل سنة مثل هذا العام. طبعا هذه من الإعدادات التي تقوم قبل موسم الحج من كل سنة، نقوم بفرز إعداد الحجاج، فرز التصاريح لخدمة الحجاج، نعرف إعداد جرد إعداد الحجاج والأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى المشاعر المقدسة، نعرف نتفاهم مع الأشخاص المخول لهم بالدخول إلى المشاعر المقدسة، قبل الدخول إلى المشاعر نتأكد من التصاريح، هل هم أشخاص حجاج، هل هم حجاج مخالفين، ومن هذا النحو. لأن الحج رسالة سلام، حرصت كافة القطاعات بما فيها الأمنية توحيد جهودها والعمل وفق إطار يضمن تأدية مناسك الركن الخامس بكل طمأنينة، بعيدا عن أي معنى قد يجعل من هذا النسك حاملا لأي صفة غير المحددة له شرعا ونظاما. للإخبارية محمد الثقفي، الطائف.